عمون، صوت الأغلبية الصامتة. والحرية للفزاع، والحرية للفزاع، والحرية للفزاع، والحرية للفزاع، والحرية للفزاع، والحرية للفزاع، والسجن للحرمية، والسجن للحرمية، والسجن للحرمية، والسجن للحرمية. ما خلقنا تنعيش بذل، ما خلقنا تنعيش بذل، ما خلقنا تنعيش بذل، ما خلقنا تنعيش بذل، خلقنا نعيش بحرية، خلقنا نعيش بحرية، خلقنا نعيش بحرية، خلقنا نعيش بحرية. تسقط تسقط الحكومة، تسقط تسقط الحكومة، تسقط تسقط الحكومة، تسقط تسقط الحكومة. حكومة إذلال الشعب، حكومة إذلال الشعب، حكومة إذلال الشعب، حكومة إذلال الشعب. تسقط تسقط الحكومة، تسقط تسقط الحكومة، تسقط تسقط الحكومة، تسقط تسقط الحكومة. حكومة إذلال الشعب، حكومة إذلال الشعب، حكومة إذلال الشعب، حكومة إذلال الشعب. والحرية للفزاع، والحرية للفزاع، والحرية للفزاع، والحرية للفزاع، الحرية للفزاع، والحرية للفزاع. على أعلينا وحقوا علينا، على أعلينا وحقوا علينا، على أعلينا وحقوا علينا، على أعلينا وحقوا علينا. ارحل ارحل يا باخيت، 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 ارحل ارحل يا باخيت. ما بتسوى دكت كبريت، 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 ما بتسوى دكت كبريت. ما خلقنا تنعيش بذل، ما خلقنا تنعيش بذل، ما خلقنا تنعيش بذل، ما خلقنا تنعيش بذل. الحرية للفزاع، الحرية للفزاع، الحرية للفزاع، الحرية للفزاع. على علينا وحقوا علينا، 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 على علينا وحقوا علينا. نقف اليوم تحت أشعة الشمس الحارقة للتعبير عن سخطنا نتيجة اعتقاله، لأنه وقف مع عمال المياومة ذات يوم تحت أشعة الشمس أيضا، ووقف مع عمال الموانئ تحت أشعة الشمس. لذلك واجب علينا كعمال في الأردن وكأيضا ناشطين ومعلمين ومتقاعدين عسكريين أن نقف هذا اليوم لنقول اعتقال علاء الفزاع اعتداء علينا جميعا واعتداء على الدستور والقانون. أين حرية الإعلام وحرية الرأي التي سقفها السماء؟ أستغرب أن يصرح جلالة الملك بشيء والحكومة والأجهزة الأمنية تمارس شيء آخر. نحن نطالب جميع الجهات بأن تلتزم بحرية التعبير بناء على توجيهات جلالة الملك. يا للعار يا للعار، يا للعار يا للعار، باعوا الأردن بالدولار، باعوا الأردن بالدولار، باعوا الأردن بالدولار، باعوا الأردن بالدولار. من الطافيلة لا ذيبان، من الطافيلة لا ذيبان، والباخت ماله ما كان، والباخت ماله ما كان، من الطافيلة لا ذيبان، من الطافيلة لا ذيبان، من عمان لا ذيبان، من عمان لا ذيبان، والباخت ماله ما كان، والباخت ماله ما كان. يا باخيت يا باخيت، يا باخيت يا باخيت، الراحل بقرب توقيت، الراحل بقرب توقيت، الراحل بقرب توقيت، الراحل بقرب توقيت. الآن أنا حكيت مع النائب العام لمحكمة أمن الدولة اللواء يوسف الفاعوري، وأعطاني تصريح رسمي على لسانه
انه بكره الساعه 8:30 صباحا سيكون علاء خارج السجن. الساعه 8:30 صباحا. اذا بكره 8:30 ما كانش الساعه 9 احنا هون نايمين بالشارع. طيب طلع خلاص اخراج علاء بل انهاء القضيه لاحقا، هذيك امر لاحق. الان احنا معنيين باخراجه من السجن، هذه القضيه الاولى. بس الأخ علاء الفزاع شخص ضحية الكلمة وضحية منع الحرية وضحية القمع وضحية قانون القوة وليس قوة القانون، وبالتالي علينا جميعا أن نقف معه، لأننا لا نقف معه كشخص إنما نقف معه كحرية وكفكر وقلم. يجب إعطاء الصحفيين والكتاب والمفكرين والناس حريتهم في الكتابة والتعبير والقول والكلمة، فطالما أن ذلك يتم ضمن أطر الوسائل السلمية بعيدا عن العنف وبعيدا عن القوة وبعيدا عن الأسلحة، فلا يجوز للجهات الرسمية أن تستخدم طريقتها في قانون القوة ووضعه بالسجن. نحن معه، وغدا إن شاء الله الأحد هناك اعتصام في بيت والده في أبو الزيغان دير علة، فإن خرج وطويت القضية فبها ونعمت، وإلا فإن المهرجان سيكون لعشائر عباد ولكل أردنيين ولكل طالبي الحرية، والدعوة عامة للجميع، وسيكون لنا رأي وشأن وكلام لن يسر من وضعه في السجن، أمر بوضعه بالسجن. عندما نتكلم عن حرية الصحافة والإعلام، نعم نقول هذه قضية مهمة في الدولة المتمدنة والمتحضرة، وبالتالي لا يجوز بأي شكل من الأشكال التغول على حرية الصحافة والإعلام، ولأن الصحافة والإعلام تمثل ركيزة أساسية في الدولة المتمدنة والمتحضرة، وتمثل بالفعل السلطة الخامسة لخدمة قضايا الوطن والمواطن. أما بخصوص اعتقال الصحفيين أو حجزهم، هذا الأمر منافي حقيقة لمبدأ الحريات العامة ويمثل تغول للسلطة التنفيذية. نعم نحن مع سيادة القانون، لكن أن يكون محاكمة الصحفيين والإعلاميين أمام محاكم مختصة بهذا الشأن، ليس أمام محاكم خاصة كما هو عليه الآن. لذلك نحن كحراك وطني نطالب حقيقة بحرية الزميل علاء الفزاع، لأنه يعتبر من الصحفيين الذين مارسوا دورا مهنيا عبر عقود وساند عديد من قضايا الوطن. كافي كافي اضطهاد، كافي كافي اضطهاد، يا حكومات الفساد، يا حكومات الفساد، وين وين الكرامة، وين وين الكرامة، عيشتونا بدوامة، عيشتونا بدوامة، وين وين الكرامة، وين وين الكرامة، عيشتونا بدوامة، عيشتونا بدوامة، يا بخيت يا بخيت، يا بخيت يا بخيت، روح روح على البيت، روح روح على البيت، يا بخيت يا بخيت.
دائما مع حرية التعبير، ومش معقول يعني الشاب انه عبر عن رأيه أخذوها من الدولة، لازم يطلقوا سراحه. وهاي أردن فيها حرية وحرية التعبير، وبحق لكل واحد يحكي رأيه، وهو ما حكى شيء، هو نقل خبر، مجرد نقل خبر، ولازم يطلقوا سراحه. وأنا بقول مستحيل يحطوا كمامات على تم كل الشعب الأردني، خليه يعبر عن رأيه شاب. يا باخي ترتاح ارتاح، يا باخي ترتاح ارتاح، من تناوي على الإصلاح، من تناوي على الإصلاح، من تناوي على الإصلاح، من تناوي على الإصلاح، من الطافيلة إلى عمان، من الطافيلة إلى عمان، ومن الطافيلة إلى عمان، من الطافيلة إلى عمان، والباخي ماله مكان، والباخي ماله مكان. تعمون صوت الأغلبية الصامتة.